من تونس معنا مراسلنا سيف الدين العامري. سيف الدين أهلا بك. إذن مواقف حتى في هذه الزيارة واللقاء مع جورجيا ميلوني واضحة للرئيس قيس سعيد، لا إملاءات من صندوق النقد وأيضا اقتراح عمل مشترك فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. صحيح كارولينا، بالنسبة لملف الهجرة غير القانونية أو النظامية وهي أو هو الملف الرئيسي الذي جاءت به ميلوني إلى تونس، المقاربة التي يتبناها الرئيس سعيد هي المقاربة الشاملة خاصة التنموية، ليس فقط في تونس وإنما في دول المنشأ، منشأ الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير النظاميين. في الحقيقة بتصريح سعيد بأن تونس تعاني أيضا ممن يستقرون فيها بشكل غير قانوني، تدخل في نادي الدول المتضررة من الهجرة غير القانونية، لم تعد فقط مصدرة للمهاجرين غير النظاميين وإنما مهاجرون من نوع آخر يستوطنون الآن في تونس بشكل غير قانوني، وبالتالي لا تترتب عن وجودهم في تونس آثار قانونية، الأمر الذي ربما يكون ملف مشترك بين تونس وإيطاليا، وهذا ما حفز الإيطاليين على القدوم. ميلوني تتحدث عن تنسيق أمني وعسكري على مستوى البحر الأبيض المتوسط خاصة في مضيق صقلية الذي يربط الرأس الطيب أقصى شمال شرق تونس بجزيرة سيسيليا، والمسافة بينهما لا تتجاوز 140 كيلومترا مع بعض أرخبيل الجزر الإيطالية والتونسية، وبالتالي قرب المسافة الكبيرة بين إيطاليا وتونس يحتم على البلدين تنسيق أمني وأيضا تنسيقات من نوع آخر خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هذا يربطنا كارولينا بالنقطة الثانية التي أتت من أجلها جورجيا ميلوني من روما إلى قرطاج. طبعا نتحدث هنا عن دعم إيطالي كبير لملف تونس لدى صندوق النقد الدولي وفق شروط التونسية، بمعنى أن تونس تفرض على أو تريد من صندوق النقد الدولي قرضا دون أن ترفع الدعم على المواد الأساسية والمحروقات، وأيضا دون خصوصة المؤسسات العمومية. صحيح أنها لا تدر أرباح إلى حد الآن، ولكن الضغوطات النقابية خاصة من اتحاد الشغل على سعيد الآن تؤكد أن هذه المؤسسات العمومية وجب إصلاحها لتدر أرباحا على الدولة، وبالتالي تفادي شرط صندوق النقد في خصوصة هذه المؤسسات. كارولينا شكرا جزيلا لك من تونس مراسلنا سيف الدين العامري.